السلام عليكم، صحاب طوركم، نتمنى تكونوا كامل ملاح. اسمحوا لي هاد لا بيريود انا مغيبه عليكم. الله غالب رمضان، راكم على بالكم رمضان تاع وش، رمضان تاع العبادات، وبروغرام تاعي راه راني شغل ندير تو شارجي هاد رمضان، باسكو انا حابه نختم القران ماشي خطره ماشي زوج. دونك سي بوغ سا راني الوقت شويه راه محدود، ومع الكوزينه ومع الفطور مع كلش راكم على بالكم. دونك سي بوغ سا مانيش ماهاش يكون عندي الوقت كامل ندير لي ستوري، وهاد لا ستوري درتها لكم باش نتشكركم بزاف 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 على لي كومونتير تاعكم تاع البارح وعلى لي ميساج. ما كاش على بالي بلي راح يكون اقدام كبير لهاد الدرجه ومشاهدات لهاد الدرجه في الحصه تاعي، والحمد لله جات كيما كنت حابه، والرياكسيون تاعكم كانت كيما راني حابه. الحمد لله عطاكم الصحه، ميرسي بوكم. تقدروش تعرفوا لي ميساج تاعكم شحال فرحوني، كنت شويه مقلقه، كنت شويه ستريسي ما نكذبش عليكم، بصح شنو هو كي قريت لي ميساج تاعكم سورتو في اليوتيوب اي توسا، الحمد لله يا ربي، الحمد لله الدمعه طاحت لي و شو فريمون ريكونيسانت. الحمد لله يا ربي، اللهم لك الحمد. هذا بفضل ربي سبحانه اكيد، وفضلكم انتما، ميرسي بوكو لي توجور تشجعوني وتكونوا معايا في كل حاجه نديرها. اما بالنسبه للانتقادات بيان سور كنت نستنى فيهم، ما نكذبش عليكم، لازم يحضروا. قالوا بلي بون الناس اللي تعرفني يعرفوني تري تري بيان، الناس اللي يتبعوني لي كومونتير كانت شويه في اصغيره من الناس اللي ما يتبعونيش ما يعرفونيش، دونك نورمال نعذرهم باسكو ما يعرفونيش. قالوا بلي بالك حكايه تاع بوز، ولا استغفر الله ان اكون من الجاهلين وندير بوز بالسطرة، وكان البيت تاعي بوز نديرو بفاصلة واحدة اخرى ماشي بالسطرة، استغفر الله. والناس اللي يعرفوني على بالهم بلي جامي دخلت في حكاية تاع بوز وما نعرفش ندير البوز وجامي ما نحب نبان، وعوني على بالهم بلي مين داك نطلع عليهم، حتى لو يبعثوا لي ميساج يقولوا لي سنين باني. لكن ما نقدر نحكم على حتى واحد، كل واحد وشنو هي الظروف اللي كبر فيها وشنو هي الحوايج اللي بالك اثروا فيه خلاوه يهضر بهاد السلبية، وما يتمناش الخير لغيره، نتمنى لهم الهداية ان شاء الله. مانيش هنا باش نحكم على حتى واحد، كل واحد حر في لا فاصون اللي يعبر فيها ولا فاصون اللي يقدم فيها رايه، لكن نتمنى لهم الهدايه. هذا ما كان الشيء الكبيره والاقدام الكبير من عند البنات، وهذا هو اللي كان لو بوت تاعي من هذه الحصه. لو بوت تاعي كان انه نصحح الغلطه تاعي كما الناس، باسكو البنات كانوا متاثرين بيا في حياتي افون، دونك حبيت نصحح الغلطه تاعي وتاثروا بيا بطريقه ايجابيه. الحمد لله هاد الحاجه شفتها في لي كومونتير وفي لي ميساج، يعطيكم الصحه، ميرسي بوكو، نحبكم بزاف. فوالا، صحه فطوركم وصحه سحوركم. دونك سي في زافي دي كيستيون بوزيهم لهنايا، نسيني لي بوندي على 3 ولا 4، اي فوالا، صحه سحوركم.